صباح النور، صباح الخير، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا النهار الزوين اللي هو ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. غادي نشارك معكم الفطور ديالنا اللي وجدته في اخر لحظة، يعني في ليلة بليلة اللي وجدت هادشي كامل. ما تمشيو فين، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة ومرحبا بكم. ايوا ها نتوما تشوفوها البنات، واخا حتى الليله بليلتها. المهم حيدت عليا العكس، جبت القصعه ديالي حطيتها حدايا، جبت المكونات ديالي وبديت كنصاوب الحلوه. المهم ما عكستش عليها واخا حتى الليله بليلتها. المهم حيدت عليا العكس ونط شمرت على دراعي وصاوبت الحلوه. درت عجينه وحده بلا قوه، ندير نخلط نخلط ونجلط ونجبد عليا قوه الماعن وقوه هذه. درت عجينه وحده وغادي نخرج منها عدة اشكال. المهم هي الحلوه ديالنا. هاد العجينه هذه كتجي رطبه وهشيش، يعني تقدروا تخرجوا منها الشكل اللي بغيتوا. ايوا ها نتوما شفتوا الحداقه، شو كنزه الحادقه، صوبت الحلوه. المهم واخا حتى الليله بليلتها راه صوبت، يعني شي حاجه اللي ما كتشد حتى الوقت. هانتوما كيف كتشوفوا العجينه كتجي طريه وكتجي رطبه على هاد الشكل هذا، كتجي هشيشة بزاف. صافي ودابا غادي نكور. كورتهم صغيورين هكا، ما درتهمش كبار لان الحجم ديالها كيتضاعف ملي كتدخل الفران. الاحسن يجيو كويرات صغيور باش كتجي يعني في الحطه ديالها كتجي متوله، كيجيوش كلها كره يا كره. شي حاجه اللي ساهله وما كتشدش الوقت. المهم غير نحيدو علينا، غير نبداو نتوكلوا على الله. هانتوما انا خرجت دابا من الفران، كتجي هكا محمره وكتجي رطبه وكتجي هشيشه. يعني نتوما ديروا الشكلات اللي بغيتوا على حسب، يعني على حسب نتوما والذوق ديالكم. هذا الشكل الثاني درتو هكا، دوزتهم في درتهم كويرات ودوزتهم في المزهر وفي الجلجلان، ودرت لهم هذيك الحفيره من الوسط. ان شاء الله بغيت ندير فيهم الوسط الكونفيتير. تقدروا ديروا الشوكولات ولا ديروا اي حاجه، لكم حريه الاختيار. ديما كنقول لكم حريه الاختيار. ها انتم كتشوفوا كتجي محمره وطايبه هاد العجينه دي، باش زوينه يعني تقدروا ديروا منها الشكيلات اللي بغيتوا. لا قوه تجبدوا الماعن، تجبدوا هذه. وما حد الفران شاعل وما حد سخون، خلطت واحد الكيكه ها هي، درت فيها غير جوج بيضات، درت فيها هاد المول. هاد المول شريته من بيم، صراحه كيجي كتجي يعني الكيكه كتجي طايبه فيه وما كيلصقش ودغيا تطيب، ما كيتشدش الوقت في الفران. المهم انا كنشعل على الفوق والتحت على حسب الفران اللي عندي ديال الضو، كنشعل الفوق والتحت. ايوا هنا البنات، هنا ساليت طيبت كاع الحلوه اللي عندي. هنا جلست جبت الشوكولاط حدايا ذوبته، وهذا كاوكاو حمرته في الفران. الشكل الاول دوزتهم في كاوكاو في الشوكولاط عادي ودرت لهم كاوكاو من الفوق. والشكل الثاني داك الشوكولاط اللي بقى عندي زدت فيه داك كاوكاو محمر ودوزت فيهم هذوك الكويرات الاخرين وصافي. والاخرين درت فيهم كونفيتير كيف كتشوفوا من الوسط. وهذيك الشكل الاخر درتها على شكل ريش بوند، ما درتهاش مدوره باش ننوع، درتها طويله دوزتها في الكوفيتير، درته في كاسرون هذاك الكوفيتير الجاري ديال الحلوه، وزدت عليه المزهر وخليته تغلى شويه وزدت درت فيه ديك الحلوه تشربات شويه ودرتها دوزتها في الكوك. وها هي ريش بوند عندي واجده. شي حاجه اللي ما شداتش ليا الوقت دغيا، شي حاجه اللي سريعه وخرجت هاد الشكالات كيف كتشوفوا. الصراحه ما كاين محسن من هاد الحلوه هادي، يعني شي حاجه اللي ساهله وبسيطه واقتصاديه وما كتشد ليناش الوقت كيف قلت لكم. وما كاين محسن من البلدي الطبيعي، ضروري هذاك الزواق راه حنا طلع لينا في الراس ملي كنكونوا هكا مزروبين. ما كاين محسن من هاد الحلوه هادي، كلشي كيبغيها الكبار والصغار. وهادي ريش بوند كيف قلت لكم كتجي رطبه وهشيشة. وانا ساليت
صباح الخير، صباح النور. اليوم نهار جديد، كي صبحتوا لاباس عليكم. هذا فطورنا ان شاء الله. هذا هربل درتو ما درتوش بالزرع، درتو بالشعير. الشعير اللي كيكون حبه كامله كتغسلوه مزيان وكترقدوه في الماء وطيبتو في الكوكوط مع شويه الملح والزيت، خليته حتى طاب. ملي يطيب ما تحلوش عليه، ديك الساعه طفيو عليه وخليوه حتى كيتشرب هذوك الحبات وكيجيو هكاك. ملي كتحلو عليهم كتلقاهم طايبين وشاربين داك الماء اللي كيكون معاهم. وصافي، كتزيد واحد شويه ديال الحليب وشويه ديال السكر على حسب الذوق اللي بغاه يزيد وما بغاهش بلاش. وكتمعسو هكا كتمعسوها بشي مغرفه وصافي. كتقدموا على هذا الشكل. هذا قدمتو، درت الوسط الزبده ودرت العسل الحر، وكل واحد كيف بغى. اللي كيبغي الحلاوه يزيد السكر، اللي ما كيبغيش كل واحد على حسب الذوق ديالو. ديك الحلوه ديالنا اللي وجدنا، والكيكه كيف كتشوفوا درت عليها الشوكولاته من الفوق. وهذا فطورنا، نتمنى يعجبكم. ما درت لا رغيف لا والو، الصراحه عييت ومشيت نعست. صافي، وجدتي لي ديك الحلوه وديك الكيكه، صافي ومشيت نعست. صافي، وهذا الشيء اللي وجدنا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بالخصوص داك هربل ديال 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 الشعير، يعني شي حاجه اللي زوينه ورائع وصحي. صحي بحال هكا في الفطور، يعني شي حاجه اللي مزيانه. وهذه الكيكه كيف كتشوفوا كتجي هشيشه ورطبه. وصباحكم مبروك. ايوا دابا ان شاء الله البنات غادي نوجدوا الغدا ديالنا ان شاء الله. انا حكيت واحد البصله كبيره ودرت معاه سكينجبير. السكينجبير يكون بزايد. ودرت داك اللب ديال الحامض مسير، درت واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، ودرت القزبر يابس وشويه ديال البزار، وديك العطريه ديال المروزيه، وشويه ديال السمن والزيت بلديه وصافي. وداك الزعفران، الزعفران داك الضويمه باش يعطينا داك اللون. صافي، وانا شرملت هاد الدجاجات هادو. الملحه ما تنديرهاش لاني درت الحامض مسير. كيف كتشوفوا الطريقه ديالي، يعني الدجاج اللي ملي كنبغي نطيبوها كمدغمر يعني مقلي، كندير كيف قلت لكم، كنحك واحد البصله كبيره وكنزيد على دوك التوابل كاملين، وكنزيد الزيت من الاول يعني الزيت وشويه زيت البلديه والسمن، وكنقلي هذاك الدجاج الطريقه اللي كندير انا ديالي. كنقلي الدجاج، كيعجبني نقلي الدجاج باش كيجي مشرب، كيجي داك يعني كيتشرب هذوك التوابل وكيجي محمر من الاول، يعني كيجي مجموع. ديك الجلده ما كت يعني ما كتبقى مجموعه معاه. كيف كتشوفوا السدر، انا فلحته بهذيك الطريقه باش كيجي داك السدر هشيش ورطب، وكيجي شارب هذوك التوابل، وكيجي حتى اللون ديالو يعني كيجي محمر من الاول ديالو، ما كيجيش ابيض. انا دي الطريقه ديالي، كان يعني كنقلبو على الجهتين، يعني كله كنحمرو، كله كنقليه كله، عاد كنزيد الماء وكنخليه يطيب. هذه هي الطريقه اللي كندير، وكيجي لذيذ بزاف. وكندير حتى الكمون في التوابل، كندير انا حتى الكمون والسكينجبير. لا كان داك الطري محكوك، كيجي كتجي واحد الشرموله ديالو اللي رائعه. دابا نقطع البصله. كيف كتشوفوا راه في الاول يعني تقلى مع ديك البصله كبيره محكوكه، كتحكوها في ديك الحكاكه. عاد غنزيد دابا البصله. جربوا الطريقه هذه، راه اللي بغات يعني بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يجربوا الدجاج
جربوا الطريقه راه كيجي بنين بزاف. يعني كيف شفتوا راه ما غطيتش عليه، كنخليه غير هكاك يتقلى، عاد غادي نغطي عليه حتى نزيد فيه الماء والبصله. وصافي دابا انا قطعت البصله هكا على هذا الشكل هذا، وزدت تما الماء الكافي اللي غيطيب ليا فيه الدجاج بلا ما نبقى كل ساعه نحل عليه ونزيد الماء. يعني كندير الماء في خطره في مره، ثم دابا ملي بدا الماء كيغلي غنزيد هنا عندي واحد العويد ديال القرفه، وورقه سيدنا موسى انا كنديرها في الدجاج كتعطي واحد يعني واحد المذاق رائع في ديك الدغميره. المهم نتوما جربوا الطريقه ديالي وغادي تشوفوا كيفاش غيجيكم الدجاج. وهذا الزعفران الحر ما كنديروش من الاول، اللي بغات ترقدوا في شي نص كاس ديال الماء ترقدوا، انا كنديرو مباشره. ودابا غنزيد البصله، اللي كيبغي الدغميره يعني تجيه كثيره ومعلكه يزيد الكميه ديال البصله. تقريبا هنا درت واحد ربعه البصلات كبار قطعتهم. صافي دابا غادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب. مره مره بقاو تحلوا عليه وتبقاو تحركوا الطنجره باش ما يلصق لكمش من التحت، المهم خليوه يطيب على الصدر ديالو. ودابا انا حليت عليه، كنت مره مره كنحل عليه وكننتقبوا بحال هكا، يعني ملي تعرفوه باش تعرفوه طاب، ملي كتحلو كتبقاو تثقبوا كتلقاو ما خرج منه لا ما لا والو، تلقاوه ناشف كتعرفوا طاب. بالنسبه للقزبر ومعدنوس انا كنربطو وكنرميه كيف كتشوفوا هو. صافي دابا غنحيدو، صافي راه طاب الدجاج. دابا غادي نحيد الدجاج وغادي نديرو ان شاء الله، غادي ندخلو الفران يتحمر. بالنسبه للدغميره هي غادي نخليها حتى تتشحر وتعالك. وهذا الدجاج هنا ذوبت الزبده، درت لا موطارد وصلصه الصوجا وشويه ديال الهريسه وشويه ديال العسل، وغادي ندهن هذاك الدجاج وغادي ندخل ان شاء الله الفران حتى يتحمر. راهي الدغميره ديالنا خليتها كتشحر، بالنسبه كيف كتشوفوا ما درت فيها لا ملح لا والو، زدت فيها فقط غير طريفات ديال الحامض مصير، وانتم كتذوقوا على حساب الذوق ديالكم. وهو الدجاج ديالنا من بعد ما تحمر، وديك الدغميره ديالنا خليتها تتقلات وتعلكات كتجي على الطريقه هذه، كيجي شي حاجه اللي بنينه بزاف. جربوا الطريقه اللي درت وشليدات، وهذا غداني اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ومرحبا بكم، نتلاقى ان شاء الله في فيديو قادم.